قاصدا النفس من احد ابنائها. ومن هنا قضية رأي العام من بلتهون. رابعا هاي الزبون اللي بده يفوت على حسبة بيتها بشوفها مسكر بضل فايت على حسبة نابلس، والسيارة بتاعت اللي بتجيب البضاعة نفس الإشي، بوقف الاقتصاد تاع بيتها والشغلات زي هيك. بدي اطلع من هان على حوارة بدي الكيكتين، اما لما بدي الف من بيتها على اقربا على وصرين وبتيجي على زعترة، يعني بدك كل شيء ساعة ساعة ونص. هذا المسافة الدكيكتين هاي، واهل المعدل انت شايف عينك في النظر، وهي سيارات جميع المشتريين برا وبتغلبوا تاي يفوتوا على بيتها. هذه البلدة تتعرض لإغلاقات كثيرة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، آخرها وأكبرها كان في الأسبوع الماضي حيث أغلقت 7 أيام متتالية، وفتح الحاجز وفتحت الطرق المؤدية إلى بيتها ومختلف القرى المجاورة يوم الأحد الماضي، والأحد الذي يليه تم التسكير خلال أسبوع فقط فتح الطرق كانت. طبعا هذه التسكيرات نتيجة حجج وهي لا يستطيع إثباتها الجيش الإسرائيلي. نعم، سوق بيت المركز هو سوق يعني يقوم بخدمة عشرات الآلاف من السكان، وسوق ليس لمنطقة بيت أو لجنوب نابلس، هو سوق لكل الضفة الغربية من وإلى هذا السوق. يوميا لا يستطيع تجار السوق إدخال بضاعتهم، وبعض البضاعات الصغيرة تنقل يدويا عبر أفراد، وهذا بالتالي يعني خسارات فادحة للسوق، ومواد تالفة يومية للسوق يقوم بإتلافها. هذه الخسائر هي إعلان حرب اقتصادية واضحة ضد المجتمع الفلسطيني وضد أي مؤسسة محلية تستطيع النهوض والاعتماد على ذاتها، وهذه ليست المرة الأولى الذي يقوم الاحتلال بهذه الإغلاقات وبهذه المضايقات. Thank you.